وكالة التنمية الفلاحية هي مؤسسة عمومية تم خلقها منذ 2008 من أجل تنمية القطاع الفلاحي وإنجاز مخطط المغرب الأخضر. كتعتمد على نوعين من المشاريع، مشاريع الدعامة الأولى اللي كيخصوا إنجاز مشاريع كبرى مع مستثمرين كبار، ومشاريع الدعامة الثانية اللي تتكون حملها جمعيات وتعاونيات وتتخص مناطق اللي هي مناطق هشة بالمغرب. احنا من خلال هذا الرواق متواجدين عبر ثلاثة ديال الطاولات من أجل عقد لقاءات ثنائية. الطاولة الأولى كتخص التجميع الفلاحي، يعني هو واحد المقاربة تبنتها وكالة التنمية الفلاحية من أجل حل مشكلة تشتت ديال الأراضي الفلاحية وضعف الجودة بالنسبة للفلاحين، وكذلك يعني ضعف التأطير ديالهم. يعني كنديروهم بعلاقة مع المجمع. المجمع هو واحد الشخص اللي كيكون عنده دراية بمتطلبات السوق واللي كيأطرهم في من خلال واحد العقدة اللي يديرها مع دوك المجمعين باش يأطرهم وباش يديروا منتوج ذو جودة وباش يعني كيشريع لهم المنتوجات ديالهم اللي هي كتستجيب المعايير اللي طالبها. يعني هما كيستافدوا من خلال انهم كيحققوا واحد السوق للمنتوجات ديالهم. ايضا الطاولة الثانية هي طاولة ديال هندسة المشاريع. هاد الطويلة يعني كيكونوا فيها لقاءات من أجل الدعم التقني، يعني عندنا أطر في جميع التخصصات، مهندسين فلاحيين شباب عندهم دراية بالمجال الفلاحي وبطريقة إنجاز المشاريع. يعني هاد الطاولة ديال هندسة المشاريع فيها تقنيين متخصصين في المجال اللي ممكن الفلاح أو المستثمر يتصل بهم باش كيوريوه كيفاش يدير لو ديمونسيونمون ديال البروجي ديالو باش هذاك المشروع يكون ناجح ومربح. يعني مثلا واحد الفلاح اللي هو عنده 10 هكتارات أو 20 أو 30 كيفاش ممكن يدير واحد المشروع اللي هو ناجح، وكيفاش ممكن أنه يدخل في المخطط الجهوي الفلاحي، لان احنا على مستوى يعني هذه الاستراتيجيه ديال المغرب الاخضر عندنا في كل جهه واحد المخطط اللي هو يستجيب للمعايير والحاجات اللي ممكن تقدمهم ديك الجهه. يعني المشروع ديالو خصو يكون متكامل مع المجال وتي فالوريزي او ميو داك المنطقه اللي هو فيها. بالنسبه للطاوله الثالثه هي الطاوله ديال مواكبه المستثمرين وانعاش الاستثمار. هنا كنشرحوا للمستثمرين على مستوى الوطني او للاجانب جميع الفرص الممنوحة من طرف مخطط المغرب الأخضر من أجل إنجاح المشاريع ديالهم، وخاصة كل ما يخص يعني كراء الأراضي، حيت المغرب الآن يعني وزارة الفلاحة كتقدم واحد الفرصة اللي هي مهمة بالنسبة للمستثمرين اللي كتكون عندهم واحد الصعوبة في الولوج للأرض اللي هي واحد يعني حاجة مهمة من أجل الإنتاج. كان نشرح لهم بانه كاينه امكانيه الكراء الطويل الامد باش ينجوا يعني المسائل اللي هما بغاوها. كاين كراء من 17 سنه حتى 40 سنه متجدده بواحد الاثمنه اللي هي معقوله. يعني هذا التسهيل ديال ولوج الاراضي هو مهم في حد ذاته، وكنشرح لهم جميع الفرص اللي ممنوحه في المغرب من ناحيه المناخ العمل، من ناحيه الاطر يعني المتواجده عندنا في المغرب، كفاءات عاليه الابناك، يعني شنو كتمنح، يعني جميع الفرص اللي هي تشجع واحد المستثمر باش انه المغرب يكون واحد البلاد اللي تستقطبو باش يجي يعني يدير تموينات، يخلق فرص شغل ويدير مشاريع مهمه ومشاريع تستجيب لاستراتيجيه المغرب باش ننميو زعما باش ننميو الفلاحه ديالنا. بالنسبه للمقاولين الفلاحين المقاولين الشباب درنا واحد البرنامج خاص بهم. يعني هذا البرنامج هو البي جي يو ا اللي كان بشراكه مع عده ممولين. هاد بدا اولا بواحد الطلب ديال العروض باش نتقينا الشباب اللي هما ضابطين يعني المجال اللي تيشتغلوا فيه، واعتمد هذا البرنامج على واحد على
التكوين، يعني تم تكوينهم لمده طويله، تقدروا ينجزوا اللي ما يسمى بالبيزنس بلان ديالهم، هذاك البيزنس بلان اللي غادي يقدموه للابناك باش هذا المشروع يكون قابل للتمويل. تم يعني امضاء اتفاقيه شراكه مع القرض الفلاحي باش انه هو يتكلف بالتمويل ديالهم، وكاين جهات اللي يعني قدمات ما يسمى بلي غارونتي باش ان هاد الشباب ممكن يحصلوا على القروض واخا ما عندهمش دي غارونتي. وان شاء الله دابا راه في طور يعني التمويل، الا كان ان شاء الله تم يعني نجحوا هاد الشباب وبداوا المشاريع ديالهم، لما لا نكرر التجربه؟ يعني كتبقى الباب مفتوح باش اننا نعاودوا التجربه. والان حنا في وكاله التنميه الفلاحيه بصدد عرض جوج ديال طلبات العروض اللي كتختلف يعني بطريقه بسيطه ما بين المصدر ديال الارض. عندنا ثلاثه انواع الاراضي اللي كنعرضوهم: اراضي الحبوس، الاراضي الجموع، والاراضي الاملاك المخزنيه. بالنسبه للمسطره هي تقريبا ما كتختلفش بزاف، يعني كاين ثلاثه الملفات اللي خاصنا نقدموهم باش نشاركوا، والمشاركه خاصها تكون في الاجل اللي كنحدوها. الملف الاداري يعني كتكون فيه واحد الوثائق واحد النماذج حنا كنعطيوها في الموقع الالكتروني دوكاله، يعني بحال لا كارت ناسيونال ليغاليزي، بحال انك لا فيزيت دو ليو، انك شفتي ديك الارض، انك واحد تصريح بالشرف، واحد لونغاجمون، هادو هما الوثائق اللي تنطلبوها، زائد واحد الضمانه بنكيه اللي كتختلف على حسب المساحه ديال الارض. كاين واحد الملف ثاني ديال لي ريفيرونس، هذا كيعني ما يثبت انك مستثمر او فلاح. الملف التالي كيختلف على حسب انه اذا كانت الارض صغيره قل من 10 الكتارات بالنسبه للبور وقل من 5 الكتارات بالنسبه للمسقيه، كتكون غير واحد الوثيقه بسيطه كتقول شنو اللي انت غادي دير في ذاك الارض. اما اذا كانت الارض كبيره فكنحتاجوا لواحد الدراسه اللي يعني كتكون مفصله، ان بيزنس بلان على حسب النموذج اللي تنعطيوه باش تشارك في طلب العروض، يعني واحد الدراسه اللي هي مفصله.